دلوقتي تعالوا مع بعض نتابع ملخص اللي حصل امبارح في الحلقات رقم 26 لمسلسلات رمضان اللي كان فيها أحداث كتير وتفاصيل مهمة هنعرفها في التقرير اللي جاي. أحداث مشوقة شهدتها الحلقات 26 من مسلسلات رمضان. كالعادة خلونا نبدأ من الحلقة 26 من مسلسل الاختيار اللي شهدت رد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي على التهديدات الصريحة من نائب مرشد الجماعة الإرهابية باستعمال العنف والمواجهة المسلحة ضد الشعب المصري. بالتأكيد يا سيادة الفريق، سيادتك مقدر الحالة في البلد كلها وشايف أن الوضع قد إيه بقى غير مريح بل ومزعج. مخاطر بقت من كل جانب، ده لأن هناك محاولات مستمرة للاعتداء على الشرعية ولإنهاء حكم الإخوان الإسلامي الإصلاحي لمصلحة أعداء الإسلام من ليبراليين ويساريين وغيرهم من العلمانيين والملاحدة، وهم مش قليلين على فكرة، وانتهاء شوية العيال التافهين بتوع تمرد ومش عارف ايه الى اخره. كل ده مش مهم بالنسبه لي اطلاقا. كل دول شويه بعوض، شويه صراصير لا مؤاخذه بتجري على الارض هنا وهناك، واحنا قادرين بعون الله ان احنا ندوس عليهم ونسحقهم. شباب الجماعه قادر يعمل كده في اي وقت وفي مدى قصير جدا، واحنا فعلا هنعمل كده لأن احنا ما عدناش نستحمل ومش هنستنى أكتر من كده عليهم أو على غيرهم. احنا جماعة الإخوان قوية جدا على فكرة، قوية جدا جدا، وتستطيع إن هي تفرض إرادتها وسيطرتها على الكل. ده غير إن هي مدعومة من المجتمع الدولي، مدعومة من الولايات المتحدة، فإحنا أقوياء. شباب الجماعة على أتم الاستعداد الشهادة، ولهذا مش عايزين صدام مع الجيش. أكرر، إحنا مش عايزين صدام مع الجيش، مع القوات المسلحة يعني موقفها البيانات اللي عمالة تطلعها اللي هي في الحقيقة بتشعلل مشاعر الناس أكتر. جايز يكون تصوركم يا سيادة الفريق أن جماعة الإخوان المسلمين غير قادرة على مواجهة الجيش. اسمح لي، هذا وهم. وهم، لأن جماعة الإخوان عندها الجيش بتاعها. أنا حتى من مدة كده التقيت صدفة بالدكتور محمد الظواهري، ولقيت الراجل الحقيقة من تلقاء نفسه من فرط حماسه، لقيته بيقول لي سندافع عن الشرعية في مصر حتى آخر نفس فينا. المجاهدين من أفغانستان ومن باكستان ومن الشيشان وغيرهم ألوف مؤلفة سيتوافدون على أرض مصر بسلاحهم وعتدهم وهم مدربين أحسن تدريب، بل ومقاتلين متمرسين أيضا، غير كتائب الجماعة القتالية والمنتشرة على كل شبر في أرض مصر والمستعدة للشهادة، المستعدة للمواجهة بكل أشكال وكافة أنواع من أجل إقرار الشرعية اللي طالب بها الشعب المصري ومن أجل نصرة الإسلام. أنت كده خلصت كل حاجة عايز تقولها؟ أصدق الرسالة وصلت. طب شوف بقى، انتوا خربتوا البلد، خربتوا البلد وضيعتوها اكتر ما كانت ضايعه بافكاركم السودة ومؤامراتكم. وبعدين
انت جاي تهدد قائد جيش مصر بشويه ارهابيين؟ انتوا باين عليكم ما تعرفونيش صحيح. طب قسما بالله اللي هيرفع السلاح في البلد دي في وش الجيش لا هشيله من فوق وش الارض. وهتفتكر ان الجيش ده هو اللي بتشوفه في الشارع؟ لا 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 لا، ده الجيش ده حاجه كبيره قوي، اكبر بكتير من اللي في خيالكم، ويطوي البلد دي من اسكندريه لاسوان في ساعات. اهدى بس من فضل حضرتك اسمع، انتوا لو رفعتوا السلاح لن تقوم لكم قائمه لمده 50 سنه جايه، تفهم؟ من فضلك اهدى يا سياده الفريق. سيادتك معروف عنك الهدوء والحكمه، ايه اللي مطلوب مننا بالظبط؟ عباس هات التقارير بتاعتنا، اديها للدكتور سعد الكتاتني، خليهم يشوفوا عملوا ايه في البلد. حاضر يا فندم. طب ايه بس المطلوب يا سياده الفريق؟ يحصل توافق بين كل القوى السياسيه، واعتبروا ان ده تحذير. الموضوع ده لازم يتلم، ولو ما تلمش يبقى التغيير لابد منه. انتوا لازم تعتذروا للشعب المصري عن الإساءة اللي سببتوها له. ممكن حضرتك تفتح الموضوع ده مع سيادة الرئيس؟ أنا ما عنديش مشكلة نهائي. المشكلة عندكم أنتوا مش عند حد. وبعدين ابعدوا عن الرئيس بقى. نصيحة مني لوجه الله. سيبوا الرئيس في حاله. المقابلة انتهت. وتم استكمال أحداث الحلقة 26 من الاختيار بتجهيز وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بيان عن دعوة القوات المسلحة للجميع لإيجاد صيغة تفاهم ومصالحة حقيقية، وده بعد حالة الانقسام اللي بدأت تظهر في البلد وإن استمرارها هيكون خطر على الدولة. وهنا بيقابل السيسي محمد مرسي وبيبلغه بالبيان اللي بيستعد لإصداره، وبيوضح له إنه فرصة لتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية قبل أسبوع من 30 يونيو، وإنه لازم يكون في حوار مع المعارضة علشان ما ندخلش في مشاكل مش هنعرف ننجو منها. البيان اللي هنعلنه ده فندم هو فرصة لتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية. فاضل أسبوع على 30/6، ولو حصل حوار ما بين حضرتك وما بين المعارضة ممكن نوصل لحلول قبل ما الغضب اللي جوه الناس يسيطر عليهم، وساعتها بقى البلد هتدخل في نفق مظلم ربنا وحده بس اللي يعلم هتخرج منه ازاي. ايوه يا سيادة الفريق، بس انا لازم ابدي تحفظي على ردود الافعال على البيان بانه يعني صادر من القوات المسلحة مش من الرئاسة. انا بأكد لحضرتك إن المبادرة هتكون واضحة جدا، وبأكد كمان إنها هتكون لصالح الوطن فقط، لصالح الحاضر والمستقبل. صدقني يا فندم المبادرة دي لو نجحت بإذن الله هتجنب البلد مخاطر كتير وتطورات ممكن توصلنا إن يبقى فيه اختلال داخلي ما بين مؤيدي الإسلام السياسي وباقي الشعب والمعارضة. أنا حبيت أبلغ حضرتك بنفسي علشان الأمور ما تتفهمش غلط. أنا بأكد تاني يا فندم إن الهدف هو مصلحة الوطن. وبدأت الحلقة 26 من مسلسل العائدون بظهور والي داعش سياف في القاهرة، ثم شحن عناصر داعش في عربيات نقل كبيرة لمعسكر تدريب خارج المقر وهو غير معروف عندهم، وسأل علاء عن مكان انتقالهم والغرض منه وعن باقي العناصر، فجاوب المسؤول عن نقلهم: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وكلها أرض الله. رحمة الله. السلام يا عم. الله يسلمك. وإحنا ماشيين بقالنا كتير، إحنا فين كده وفين بقية الإخوة؟ لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم يا أبو عمر، بعدين كلها أرض الله. يلا يلا. كمان شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل فاتن أمل حربي ذهاب فاتن للشيخ يحيى، واتكلمت معاه بخصوص اللي عرفته عن والدها وإنه لسه على قيد الحياة وموجود في مستشفى الأمراض النفسية وإنها مش عاوزة تسمع سيرته لأنه أناني، لكن الشيخ يحيى حاول يقنعها بإنه رجل وفي. بص أنا عارف ومقدر زعلك وغضبك، وعارف إنك أكيد مش زعلانة منه بس أنت زعلانة عليه،
واكيد كان نفسك يبقى معاكي في وقت محنتك وشدتك والايام اللي انت بتمري بيها، بس دي كلها اقدار مكتوبه يا تون. ان كل شيء خلقناه بقدر، ربنا جعله سبب في خروج انسانه بريئه من محنه كبيره، وجعل تصرفه ده سبب في انك تطلعي بني ادمه مسؤوله عن نفسك ومسؤوله عن تصرفاتك بني ادمه احسن ومعتمده على نفسها وست قويه وطموحه. ويمكن لو كان عاش معاكي كنت صدقني كنت هبقى احسن وظروفي كانت تبقى احسن. طب بذمتك ده اللي فهمتيه من كلامي؟ انت دايما بتلاقي اعذار، دايما بتلاقي اعذار يا شيخ. وبدات احداث الحلقه 26 من مسلسل الكبير قوي بابلاغ جوني للكبير بانه عاوز يعمل مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي، وفعلا الكبير عجبته الفكره وبيبداوا كلهم يحضروا للمهرجان. وفي مشهد تاني من مشاهد الحلقة، مربوحة بتتناقش مع الكبير عن مسؤوليتها في المهرجان، وبلغها إنها مش هتعمل حاجة لحد ما انفعلت عليه وزعلت منه وصالحها بأغنية ست أنا اللي غناها الفنان أكرم حسني في مسلسل مكتوب عليا. وهنا بلغها إنها هتكون مسؤولة عن الدعاية والاتصال بالفنانين علشان تدعيهم للمهرجان. ليه يا ست أنا؟ ست أنا طب ليه يا ست أنا طب قلبي بردو كان بسرة ملكك وانتي حرة عصري عصير الله الله قلبي كم متراية فاسدة جوا منها بذرة عتحب الضمير الله الله ما تحشي عباك وانت عم تحلى فوخك هيدا انت مش بالسلاح دي منين اتجوز دوناتيلو فتحش باكي فتحش انت متحمستي وتخلى بيا فتحش باكي فتحش تنزومي كيف الكلب الارمنت انا خابر زين اخره الحماسه دي هتقلبي لي طبق الفاكهه واقعد طول اليوم ادوسك يا استفندي وهتكسري لي ال سي دي دي جديد قسما بالله لو جيت جنبه يا مربوحه هبيع شبكتك وخصم ثمنه مني. أنا كنت عارفة، أنا كنت عارفة إنك طمعان في الشبكة بتاعتي. شبكة إيه هي مو شبكة؟ ده أنت كنت داخلة عليا بشنطة صيانة، الله يرحم، قسماً بالله كنت فاكرك داخلة تغيري كوع الحوض. اقعدي. بصي في وشي. هديتي؟ فتح شباك فتح شيشه الوقت في بعضك ما مش. وكانت الخطه اللي اتفق سامح عليها مع النصابين انهم يعطلوا يوسف في الطريق علشان ما يروحش المسابقه. وفعلا في واحد رمى نفسه قدام عربيه لذيذ فاتصل بيوسف وقال له انه عمل حادثه. جه يوسف بسرعه مع هدير وعلاء واقترح عليه ما يروحش بالراجل المستشفى علشان لذيذ محدش يكتشف امره. الحلقة 26 من مسلسل جزيرة غمام تضمنت استمرار غياب الشيخ عرفات اللي اتخطف من مطاريد الجبل بعد حلقة اختراق الجدار الفاصل، وعلى طول استغل خلدون غياب الشيخ عرفات ونشر أكاذيبه علشان يسيطر على الجزيرة كلها.